والآن سوف نبدأ بتحضير الساندويتش. أولاً سنختار الخبز الأسمر الذي ينتمي لمجموعة الخبز والحبوب التي تعطينا الطاقة والنشاط. ويعد الخبز الأسمر مصدراً غنياً بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي. ثم سنضع ملعقتين من اللبنة التي تنتمي لمجموعة الحليب ومشتقاته والغنية بالبروتينات والكالسيوم. سنقوم بتقطيع البندورة والخيار، وسنضع 4 حبات من الفرابلة التي تنتمي لمجموعة الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، فهي تقوي جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض. ونستطيع أن نضع ما نفضله من الفاكهة كالتفاح والمانجا والعنب، أو الفواكه المجففة كالمشمشي والزبيب. ولا ننسى حصتنا من مجموعة اللحوم والبقوليات الغنية بالبروتين التي تساعد على النمو والشعور بالشبع لفترة أطول. يمكننا أن نضع حمص الحب المسلوق أو الفول أو البيض. ولتكتمل المجموعات الغذائية يجب أن أضيف إلى صندوق طعامي مصدر من مجموعة الحليب ومشتقاته كالحليب أو لبن الرايب أو اللبن بالفواكه أو لبن أب، فإنهم مفيدين لبناء أسناني وعظامي. ولا ننسى كمية قليلة من الدهون الصحية كالمكسرات النية أو الأفوكادو، الجوز واللوز والفستق. والصديق الدائم هو الماء، فجسمي يحتاج لشرب 8 إلى 6 أكواب، لذلك أخذ معي قنينة من الماء إلى المدرسة. والآن كيف ستعدون زوادتكم المدرسية بذكاء؟